التحدث بالديمقراطية وقال ولام ربما الجانب المصري وقال المصريون لم يتقدموا بأي طلب لاحتضان تلك المباراة وفزنا بها في نهاية المطاف بعد تصويت في هيئة المكتب التنفيذي للكاف. على أي تصويت يتحدث هذا الذي يشرف على الخزينة المالية للكاف؟ وانتوما ككراغي مالكم؟ اش دخلكم في هادشي؟ كنتو طرف النهائي؟ لا. مشات لكم شي حاجه؟ لا. ومالكم مقهورين اوليدي؟ مالكم محقورين اكثر من المصريين؟ كنضر راه كاملين شفنا الاعلام المصري الرياضي وشنو قال على فوز القجع وكيفاش كان معجب بهذا الحوار وكيفاش طلب الاعتذار من فوز القجع على داكشي اللي كان وقع في 2022 حتى من ميدو اللي كان دائما كيبغي ينتقد وكذا وهذه تا هو شي الطريق وقال لك خاصنا نتعلموا من فوز القجع نتعلموا من الكوادر المغربيه وباش يخرج واحد بحال ميدو يقول هذه الهضره الا كياكد بان الحوار كان ناجح وبشكل كبير. ولكن الكراغي اللي عندهم راي اخر والاشكال شنو هو؟ فوز القجع هذا الحوار راه فيه ازيد من ساعه وهو كيتكلم ولا كلمه واحده قال فيها الجزائر او لا هضر على الجزائر او لا قصد الجزائر. حوار عقلاني مع ناس عقلانيين والعديد من الاعلاميين المصريين تكلموا على هذا الشيء وفهموا السياق ديال الهضره فين كان غادي. الكراغي اللي عندهم راي اخر 10 في عقل غيوريو الاعلام المصري فوز القجع شنو كان كيقصد وشنو باغي يقول وشنو ما... يا ودي سيروا تكمشوا. والسيد ما هضر عليكم ما جبدكم وانتم دايرين عليه حلقات وحلقات كتهضروا علاش يدير هذا التصريح؟ لا مالو قال؟ علاش ما قالش؟ علاش هادي قالها؟ علاش هو ما قالش هادي؟ ما انتم طرف ما هضر عليكم ما جبدكم خاشين كرموسكم في الشريط مالكم؟ هبلهم فوز القجع بهذا الحوار اللي دار خصوصا ملي شافوا الاعلام المصري جاوب بشكل كبير مع هذا الحوار وطلبوا الاعتذار واكدوا بانه شخصيه قويه داخل افريقيا ما عجبهمش الحال وزعما هما راه باغيين يخلقوا ديك البلبله بين الاعلام المصري والمغربي. يا ودي سيروا ديروا عقلكم ورا افريقيا كامله ولا تعرفكم هبوال 10 في عقل. راه المبدا ديالنا ولا سائد عن جميع العرب وهو اللي يعلم العالم ومع من حشرنا الله في الجوار. هاد المراوغات ديالكم وهاد الحماقه كتضحكونا بهم. هو هادشي باش عزيز عليا الروبيو كيجيب لنا الجديد الروبيو خليني من داك رفيق واحد كيبقى يهضر. لا الروبيو بعدا كينشطنا كيجيب لنا شي حاجه جديده. قال لك هذاك المخزني اللعوب لعب عليكم ولا وهو ضحك عليكم الصراحه لعب عليكم ما هي مره ما هي جوج لا في هذه ودي الروبيو قصت شويه داك المخزني اللعوب اش نتوما راه عاد ديال اللعب نتوما زعما شي همزه حاسب راسكم زعما نتوما راه شي حاجه نتوما لعبه. انا الحاجه اللي عاجبني بها هو انكم كتشكروا الطاس هذه حاجه مزيانه باش نهار تصمكم من هذا الحنك ومن هذا الحنك ما تقولوا لنا لا فوزي القجع لا يده طويله لا المخزن لا والو عاد خسروا عاد تقولوا حنا ضعاف حنا كذا صمكونا صيفطونا بعدنا يلا جماعه طوي. فالله يخليكم لينا سلسله البكائيات والشكائيات مستمره خصوصا بعد الحوار اللي داروا فوزي القجع واللي كان ناجح على كل المستويات وهادشي ما قلناش حنا قالوا الاعلام المصري في العديد من المنابر الاعلاميه المصريه. خليكم مع الروبيو اللي كيفهم اكثر من الاعلام المصري السيد تبارك الله نيفو كبير. خليكم تضحكوا شويه كيف العاده فرقع لي هذيك لايك شت الصفر عمي عبد المجيد حدايا. من بين الأمور المهمة التي سنتحدث عنها أيضا وهي غير مدرجة في ورقة الطريق هو الحوار الذي يعني قام به رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع لقناة مصرية وأنت الذي قلت لي في الكواليس أنك تابعت هذا الحوار. ما هي الأهم النقاط التي استخلصتها من هذا الحوار مع العلم أن فوزي القجع لم يتحدث عن قضية نهضة بركان والتي كانت حديث الإعلام الإفريقي في الساعات الأخيرة؟ شوف أولا الحوار الذي أدلى به هذا المخزني كان تحت عنوان بدون لف ولا دوران كان كله لف ودوران ذلك الحوار. أنا توقفت عند بعض النقاط. تحدث هذا نقطة هامة راح نخليك تتكلم وراح شوف تحدث هذا المخزني على العديد من الأمور التي مارسها عنوة على الكاف. أتوقف مثلا عند نقطة تغيير نمط المنافسة في النهائي بين الأهلي والوداد. تخيل كيف رد هذا المخزني اللاعب على ذلك السؤال من قبل الصحفي المصري. قال له بأننا قبيل انطلاق النهائي غيرنا نمط المنافسة بين ذهاب وإياب إلى مباراة واحدة فاصلة ووضعنا وفتحنا المجال أمام كل مترشحين وكانت السنغال والمغرب الوحيدتان اللتين تقدمتا بطلب احتضان ذلك النهائي ونسي
هذا المخزنية اللعب بأن تغيير أي نمط منافسة يتم على الأقل سنتين قبل صدور ذلك القرار. يعني من المفروض لو كانت هناك نية صافية لهذا المخزني لطالب بالموسم القادم لتغيير نظام المنافسة، وذهب محاولا التحدث بالديمقراطية وقال ولام ربما الجانب المصري وقال المصريون لم يتقدموا بأي طلب لاحتضان تلك المباراة، وفزنا بها في نهاية المطاف بعد تصويت في هيئة المكتب التنفيذي للكاف. على أي تصويت يتحدث هذا الذي يشرف على الخزينة المالية للكاف؟ وعندما أقول هذا الذي يشرف على الخزينة المالية للكاف أنا لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأنني قلت كل شيء. عندما يتحدث على التصويت وهو المشرف على الجانب المالي في الكاف، أنا أدرك بأن التصويت يسير وفق ذلك الكم المالي الذي يتقاضى هذا المصوت أو ذاك. لذلك عندما يتحدث على هذه الديمقراطية، هذه ديمقراطية المال الفاسد وليست الديمقراطية النزيهة التي يعترف بها الجميع. تحدث وتوقف هذا المخزني اللعوب أيضا وهو يتحدث حول الانتخابات رئاسة الكاف الأخيرة، وقال عندما تقدم 5 رؤساء للترشح يعني اشتم رائحة الانقسام في الكاف. متى كانت الديمقراطية هي يعني مرادف للانقسام؟ الديمقراطية لديها وجهة واحدة وتعريف واحد ونظرية واحدة. عندما تجد 5 رؤساء على أعضاء الجمعية العامة للكاف أن تصوت لناصر أو لأمين أو لفريد أو لعماد الغائب، لكن أن نذهب إلى ترشيح رئيس واحد فهذا قمة معاكسة الديمقراطية الموجودة في المخزن السياسي لذلك البلد الذي ينتمي إليه هذا اللعوب. لذلك أنا رأيت واستمعت إلى شخص يعني منهمك ومهلهل الأفكار يحاول إقناع ربما الرأي العام العربي الموجود في إفريقيا وهي قلة قليلة، لأن 5 أو 6 أو 7 دول عربية في إفريقيا لا تمثل ما نسبته 10% في هذه القارة. لذلك عندما اختار هذا المنبر العربي هو يحاول يعني المداراة على اللقاء النهائي الذي سوف يجمع ذلك الفريق الذي قام بوضع تلك الخريطة التوسعية الوهمية واغتصاب الأراضي الصحراوية، ويحاول أيضا تليين الموقف المصري عبر الزمالك لأنه المخصم القادم. تحدث أيضا هذا المخزني اللاعب وهو يقول بأن يقول لذلك الصحفي ابحث عن أي حكم في إفريقيا اتصلت به. هذا المخزني اللعب ما كان عليه أن يتحدث بهذا المنطق الصبياني، لأن الكل يعلم بأن الاقتراب إلى الحكام لا يتم من قبل الرؤساء الفيدراليين مباشرة. هذا الرجل يحاول أن يتدارى وراء الأفعال الشنيعة التي قام بها على مدار 8 سنوات. أذهب أكثر من ذلك، عندما ذهب لوضع ذلك المثال المحلي على القارة الإفريقية وقال الفريق الذي هو ملكي نهضة بركان لم يفز بأي بطولة محلية. أنا أسأل هذا اللاعب المخزني كيف لفريق لم يفز بأي لقب محلي فاز بألقاب قارية؟ لأن يدك ممتدة في القارة الإفريقية ولا تعتني بالجانب المحلي، لأن لديك ناديين عريقين يرفضان أصلا تلك التلاعبات التي تقوم بها وهما الرجاء والوداد. لذلك لا تستطيع التلاعب مع الرجاء والوداد، لكنك تستطيع أن تتلاعب بالقارة الإفريقية. شكرا فريد، أمور واضحة. فريد امور واضحه يعني ظلمة ما تزيد حتى حاجه ما نزيد والو، لكن النقطه لكن هي لا في امر مهم في التحكيم لما يقول لك انت يا اسال اي حكم جيبوا اي حكم، هل كانت عندي معاه كما نقولوا كلام مباشره ودي نيغوسياسيون مباشره؟ ما تقدرش. كيفاش هذا؟ لا كيفاش يعني تتصل بحكم تقول له لا ما تقولش انت يا في كلام مثل هذا؟ لا ان بو دو ريسبي كيما نقولوا. هو يمكن القول انه حاول استغباء الصحفي المصري الذي اجرنا الحوار. هذاك الكلام هو انا نقول هذا سي دو سور ميزور، يعني الكلام حتى الكلام هذاك سي دي سور ميزور. لا ما تقدرش انت يعني لا يمكن ان تتصل بحكام تقول له اسك
يعني كنت خدمت مباراة ولا يعني لا حتى محليا كما قال لا أصح. حتى محليا كما قال انا ما فزت باي بطولة لو كان عندي نفوذ وكذا كان الفريق تاعي واستعرف انه نهضة بركان هو الفريق تاعو قال لك هذا الفريق تاعي يعني استعرف باش نديروا كلش في الصورة لكن انت كما قال لك لما فيه فريق تاع الجيش وفيه الوداد وفيه الرجاء من الصعب انك تتلاعب مع هذه الأندية هذه من الصعب لهذا نظن في افريقيا كانت عنده نفوذ ولا عنده اشياء من الاسهل افريقيا وقاريا ان كما يفرض افكاره يعني هذا واضح نكمل معك ناصر بويش هناك خبر اخر انه الاتحاد المغربي لكرة القدم وإدارة نهضة بركان يعني لم يردوا على مساءلة طاس بخصوص القميص المعتمد والذي لعبت به نادي او لعب به نادي نهضة بركان المنافسة الإفريقية بدليل وبحجة أن الاتحاد المغربي وإدارة نهضة بركان تفكر في النهائي المقبل من كأس الكونفدرالية، ألا ترى أن هذا القرار هو بمثابة يعني الاتحاد المغربي رمى المسؤولية على الكاف؟ قلت أو ورطه بطريقة أو بأخرى. أكيد في بداية الحصار قلت لك أن اليوم الكاف هي اللي راهي في وجهها. نهضة بركان يقول لك أنا ما عندي حتى مشكل، أنا حنا الشوط النهائي لعبت نصف نهائي تأهلت إلى النهائي نحضر النهائي تاعي حتى ولا لأنه لازم نقولها بكل صح لما تلعب نهائي حتى تفوز الزمالك ولا تفوز خاصة إذا فازت الزمالك بهذا الكأس هذه ولا كيفاش راك حترجع من الصعب أنا نظن من الصعب حتى من بعد يجي القرار تاع الطاس هما الأهم أنه ينشطوا نهائي وخلاص ما الكاف تدبر راسها كيما نقولوا احنا بالدارجة عندنا بحرها كما ترى أن أيضا هناك جانب أن الاتحاد الإفريقي يريد ربح الوقت في أكيد القضية أكيد فيه نهائيين فيه شوط أول وشوط ثاني دونك أنت حتى الكاف تقول لك أنا نلعب النهائي واللي يصرى يصرى هذه هي حتى ولو راح تكون أنا نظن شخصيا أنها حتكون ربما نتائج إيجابية في الملف هذا اللي خاصة الاتحاد العاصمة يعني أكيد أمين هم سوف يحاولون انتهاد سياسة الهروب إلى الأمام بإقرار لعب النهائي على شوطين هذه قمة سياسة الهروب إلى الأمام لكن أنا متأكد بأن الطاس سوف لن تنظر إلى هذا الملف وفق المنظور الإفريقي الذي يتلاعب به هذا المخزني المغربي لذلك أنا متأكد مرة أخرى بأن قضية اتحاد العاصمة مع نهضة بركان هي منعرج جديد في علاقة الكرة الجزائرية بنظيرتها الإفريقية وبتواجد هذا المخزني في المكتب التنفيذي اليوم المكتب التنفيذي قبل اتخاذ أي قرار سوف يأخذ في الحسبان بأن هناك نوادي ومنتخبات سوف تلتفت إلى القاضي الأكبر من الكاف الذي هو الطاس وهذه مرحلة جديدة سوف يخوضها الملف الجزائري أو كل ما هو جزائري مع سواء المكتب التنفيذي للكاف أو مع هذا المخزني وأنا من وجهة نظري الخاصة علينا أن نمد يدنا للأفارقة وأن نسحبها من هذا المخزني هذه هي أحسن سياسة يمكن أن ننتهجها في قادم الاستحقاقات لأن أنا متأكد بأن هذا المخزني سوف يحاول أن يعادل الجزائر مع كل ما هو إفريقي وهذا مراد بعيد المنال لأننا نمتلك شراكات إفريقية جد وطيدة على كل المستويات ولا نذهب في هذا الاتجاه نذهب لمعاداة من يحاول الانقضاض والسطو على واغتصاب الأراضي في آخر مستعمرة إفريقية لكن إفريقيا يعني بقية الدول الإفريقية هم أشقاء ويجب أن نمد يدنا لكل هؤلاء حتى الذين ربما وقعوا فريسة سهلة لهذا المخزني المغربي أكيد هناك أمر مهم تحدثت عنه هو أن يجب أن نمد اليد لكل الاتحادات الإفريقية ولكن يجب أيضا أن نتحدث بمنطلق المنطقة فريد وأنت الذي قلت لنا يجب الحديث في العمق نتحدث عن عامل مهم جدا هنا فريد معطاوي وهو عامل الوقت الكاف يريد كسب الوقت ألا ترى أن هذا الأمر لن يخدم اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري في الوقت الحالي ولو أن النهائي على مقربة
نهائي، أتكلم عن نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. شوف عندما قررنا، عندما قررنا إزاحة ذلك الستار، وعندما قررنا الاحتكام إلى الطاس، أنا متأكد بأننا ذهبنا إلى أقصى درجات الحلول النهائية في ذلك الصراع الذي امتد على مدار سنوات. نحن علينا من الحجرة ليس في مباراة بركان مع الاتحاد، علينا من الحجرة في عديد المحطات، وتحدثنا في هذا البلاطو على تلك المحطات. الشيء الجديد اليوم هو محلي وليس قاري، الشيء الجديد هو أن كل الجزائريين التفوا حول قضية اتحاد العاصمة عكس ما كان جار في السابق. في السابق كان الجزائري منقسم مع الجزائري، وعندما يتحدث بالماضي يقول لك لماذا فتح النار على الحكام وسوف ندفع الفاتورة غالية. عندما تصارع زطشي في الجمعية العمومية للكاف قال لك هذا الرئيس يبدو أنه يعني مراهق، لماذا ذهب في هذا الاتجاه، حتى زفيزف لماذا. كل هذه الأمور اليوم اتضح بأن كل هؤلاء سواء بالماضي أو زتشي أو سفيزف، كل هؤلاء كانوا على صواب عندما نددوا بالحجرة التي كنا نعاني منها. اليوم الجديد في قضية الاتحاد هناك أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو أننا التفينا كلنا كجزائريين حول هذا الملف، ونحن كجندي واحد مع الاتحاد، اتحاد الجزائري واتحاد العاصمة، لأن الأمر متعلق ببعض المواقف الجزائرية. النقطة الثانية هي أننا اليوم يعني اقتنعنا بضرورة الذهاب للاحتكام إلى القاضي الذي يفوق الكاف، التي كنا نخشى حتى الحديث عن تلك الممارسات الغير يعني نزيهة تجاه كل ما هو جزائري. اليوم رفعنا كل هذه الأمور وذهبنا إلى أبعد الحدود. أنا متأكد بأننا سواء فزنا، وقلت لك في المرة في الحصة الماضية، سواء فزنا بنقاط المباراة أو فزنا بالقضية، لأن هناك شقين في هذه القضية. هناك شق الاتحاد الذي ظلم في عدم إجراءه لمبارتين، وهو من الجانب الرياضي أحسن بكثير من نهضة بركان، وكان بإمكانه الذهاب إلى النهائي بكل سهولة. هذا جانب. جانب آخر سوف نفوز، لأن ليس هناك أي خسارة في هذا الملف يا أمين. لم يكن ينتظر هذا المخزني المغربي أن الجزائر سوف تنتفض بكل قوة وتذهب إلى الطاس كتحدي صارخ وصارم في وجه هذه الحجرة. حتى الكاف ما كانش تنتظر من الكاف اليوم، الكاف اليوم وهذه نقطة رابعة، الكاف اليوم سوف تأخذ تأخذ بالحسبان في اتخاذ أي قرار جائر يخدم هذا المخزني. سوف تأخذ بعين الحسبان بأن هناك من سوف يذهب للقاضي الأول على الكرة، وهو الطاس. هذه الأمور لم تكن من قبل، لذلك أنا قلت لك في نهاية المطاف نحن في كل ما جرى نحن الفائزون والفائزون والفائزون، ليس لدينا ما نخسره في هذه القضية. وهناك مثل يقول لك احذر من الشخص الذي لا يخسر أي شيء، نحن اليوم نجسد هذه المقولة، نحن سوف لن نخسر أي شيء. ذهبنا إلى الطاس سواء فزنا بالقضية رياضيا أو لا، نحن فزنا بالقضية من الجانب السياسي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيتابع المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.